أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة حوارنا مع ضيوفنا حول موضوع التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي وتثبيت الحكومة للتوقيت الصيفي. لكن قبل أن نستأنف الحوار معهم، كاميرا البرنامج رصدت بعض آراء للأخوة المواطنين الذين بثوا آراءهم حول التوقيت. نتابع هذه الآراء ثم نعود لاستمرار النقاش. وبالنسبة للموظف العام، يعني لأنه صار دوام من الساعة 8:30 لساعة 3:30 برضو كثير ممتاز، وهيك الإنسان بتأقلم يعني على دوام الصيف ودوام مسائي مرات الواحد بتخربط، لكن هسه لما يكون الدوام ثابت على طول خلص الواحد بتأقلم وتعود عليه هيك دوام. بفضل أنه يكون الدوام من الساعة 8 للساعة 3:30 أولا مشان الأزمة تكون أفضل، يعني الناس بيروح بكير، خاصة أنه دوام المدارس بيكون أفضل الصبح، يعني بدل ما يخرب طلاب على المدارس الصبح بيناموا بكير الأولاد وبصحوا بكير. ممكن أنه هيك صار أخف زحمة لما خلوا دوام الدوائر الحكومية يعني بعد بنص ساعة عن المدارس عن الشركات الخاصة، هيك رح تخفف الزحمة على الموظفين الشركات وهيك. فبفضل يعني أنه يعني أنا شايف أنه هيك أحسن. بالنسبة للتوقيت يعني طول عمرنا في بلدها من يوم الله خلقنا وإحنا في توقيت صيفي وشتوي، فهلا يعني في شغلات كثير رح تغير على المواطن، يعني إنه اللي كان متعود يطلع شغله الساعة 6 ترتيباته للسبعة هلا كل شيء اختلف عنده. بالنسبة للتوقيت أنا يعني بفضل التوقيت هذا، كونه توقيت يعني بيعطينا مجال أكثر للنهار يكون إنه أطول، لأنه بالشتوية معروف إنه الليل راح يكون طويل ونهار راح يكون قصير، فهيك بيختلف الوضع، بصير معنا مجال بالنهار انه الواحد يعني على سبيل المثال الموظف لما يروح على بيته يروح يلاقي لسه فيه يعني الشمس لسه بعدها طالعه، او يكون معه مجال يعني لما يوصل بيته على الساعه 5 ما تكون الدنيا لسه بعدها ليل. اعزائي المشاهدين، نعود لاستئناف هذا الحوار، وايضا بعض خلينا ناخذ رايكم في ما تفضل به الاخوه الذين تم استطلاع رايهم عبر كاميرا البرنامج. معالي المهندس، واضح انه في ناس مع وفي ناس ضد، يعني ليس كل الناس في منزله واحده من القرار الحكومي. هل فعلا ترى انه حقق وفرا معالي الوزير؟ حسب الواقع الدراسات المتوفرة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدراسات التي عملت هناك توفير للطاقة قطعا، لأن أنت لما نضيف ساعة في الوقت اللي أنت عارف فترة الصيف عندك 16 ساعة نهار، وبالتالي أنت بتستفيد من ضوء النهار بالعمل وتوفير، وبالتالي قطعا هناك توفير، ولولا وجود هذا التوفير لما استمرينا 26 ساعة نطبق هذا النظام. لكن على الحال الراهن الآن، نعم، بتثبيت التوقيت الصيفي هذا عكس طبعا، هلا ستزداد فاتوره الاستهلاك الطاقه وفاتوره الكهرباء على الاهل، لانه لما يذهبوا على يعني خلينا ناكد شروق الشمس في الفتره شهر 11 و12 و1 و2 سيكون في الفتره 7 صباحا الى 7:30 صباحا، فاذا بدك تودي ابنك الساعه 7:30 صباحا على المدرسه، اذا انت قبل بساعه بدك تكون مجهز له فطوره سندويشته ملابسه، فبالتالي اول شيء بدك تصحيه. في كثير صارت هلا الاطفال صاروا يصحوا صاروا يسالوا امهم وابوهم ليش انتم صحينا بكير لسه الدنيا ليل، فبالتالي هذا أثر نفسيا زي ما تفضل الأستاذ الدكتور على هذا الموضوع، فبالتالي هذا بيأثر نفسيا على الأطفال إنهم صاروا يخرجوا للمدارس بالليل، فلأنه فترة الشروق إحنا هلا بجوز شهر 10 شوية، شهر 11 و12 الشروق سيتم الساعة 7:32 يعني 7:30 بعد 7:30 وعاد هذا الشروق، بينما تطلع الشمس ويصير في فضاء نحكي عن الساعة 8 يكون هم في المدارس. خلينا شو مسألة الشروق عند محمد لا بس حدا بس أنا بدي أسأل معاليك، يعني وأنت وزير يعني في مجلس وزراء، ما الذي يجعل مجلس وزراء يتخذ مثل هذا القرار اعتقادك؟ أنا ما بعرف إذا قدمت دراسة من وزير الطاقة لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، يعني ما بعرف شو في داخله. عادة الوزير المعني بيقدم تقرير ويشفو عن التقريرات وبيرفق في التوصية تبعته، توصية إلى مجلس الوزراء إلى دولة رئيس الوزراء بالأسباب الموجبة لهذا الموضوع، فهل قدمت هذه وهناك أسباب موجبة لهذا الموضوع أم اتخذ القرار
بدون ما ان احنا نتمنى يكون وزير الطاقه بس معنا حتى انه انا ما بعرف شو اللي صار مداخله ويوضح لنا بس خلال السنوات الماضيه والفتره اللي كنا فيها طبعا كان هناك يقدم دراسه لمجلس الوزراء حول اهميه تطبيق التوقيت الصيفي وكان يتم طيب. ذلك شكرا استاذ محمد يعني ما يعني ما الخطا في ان نثبت على التوقيت الصيفي ذكرت قبل قليل دكتور بأن إحنا حاليا في حال تثبيت التوقيت الصيفي نثبت على توقيت هو ليس توقيت الدولة نثبت توقيت مش أصلا هو مش توقيتنا الأساسي ذكرت بأننا نبعد زمنيا عن غرينتش ساعتين فرق وبالتالي ساعتين. أنا التوقيت الشتوي هو الذي يبعد ساعتين عن غرينتش وليس الصيف الصيف يبعد 3 ساعات الآن أنا كمنطقة جغرافية أقع ضمن منطقة نتجاور فيها بفلسطين لبنان سوريا تركيا مصر هذه المناطق جميعا حتى وصولا إلى أفريقيا جنوب أفريقيا في جميع هذه الدول مثل مدغشقر مثلا جميع هذه الدول تجتمع في نفس التوقيت وهو زائد 2 عن غرينتش الآن إحنا نثبت توقيتنا نصبح مع مجلس التعاون الخليجي بلكي هذا تقريب لد مجلس التعاون الخليجي الآن في نقطة أخرى إذا بتسمح لي جزء قبل شوي أنا حكيت حكوا شغلة على موضوع طيب. المدارس خلينا نخرج برا عمان انا حكيتها في طيب اسمح لي يا اخي محمد معنا مشكورا طبعا معالي وزير الطاقه المهندس علاء البطايني الذي يعني يتابع ويستمع لنا وهذه مش اول مره بيتابعنا وبيتصل ببادر باتصال التوضيح معالي المهندس مساء الخير الو مساء الخير معالي المهندس طيب نرجع احنا نحاول اتصال مره ثانيه فيه نعم. كمل الاستاذ احمد انا كنت بحكي انه احنا نطلع برا العاصمه عمان سيارات جميع السيارات في العاصمه عمان مجهزه بالمدافع او بشتى الوسائل التي تساعد الناس او الطلاب او المواطنين الى الوصول الى اعمالهم نتكلم شوي من وجهه نظر جويه الان احنا لما نتكلم في توقيت صيفي في منتصف الشتاء شهر 12 1 و2 وحتى شهر 3 نتكلم عن درجات حراره صغرى قريبه من الصفر المئوي عند يعني الساعه 7:30 او 8 صباحا الان الطالب هو خارج الى مدرسته غير انه ظلمه قد تكون درجات الحراره قريبه من الصفر الان طيب. 50% من الايام في شهر 12 1 و2 في جبال الشراف في زيزيا في مناطق الصحراويه في المرتفعات الجبليه تكون درجات حراره حول الصفر وبدنا نذكر كمان تأخير الدوام الذي يحدث أحياناً بدناش نحكي دائماً نتيجة الإنجماد وتساقط الثلج أو حدوث الصقيع هذا التأخير كان يحدث للساعة 9 الآن مع تثبيت التوقيت الصيفي سيصبح التأخير حتى الساعة 10 أو ربما 11 لأنه كل شيء تأخر ساعة وبالتالي لازم نركز على هذه النقطة جيداً طيب أستاذ حمد آسف أن أقطعك وأنت زميلنا في رؤية تحملنا معنا أيضاً مرة أخرى استأنفنا اتصال مع معالي المهندس علاء البطايني وزير الطاقة مساء الخير معالي المهندس مساء الخير يا هلا سعد الله مساء كل عام وانت بخير والحديث هنا حول صوابية قرار الحكومة بتثبيت التوقيت عند التوقيت الصيفي ما المبررات التي تتوقع أنها اتخذت أو رافقت اتخاذ هذا القرار مساء الخير لكم كل عام وانتم بخير وللأخوان في الاستوديو معك أهلا وسهلا صراحة يعني أي قرار طبعا له وقعه خصوصا لما بيأثر على نمط حياة المواطن يعني بغير أسلوب حياة أكيد بده يكون من هو مؤيد ومن هو معارض صحيح مثل ما ذكر صحيح وأنا صراحة مش أمام تلفزيون ولكن سمعت الآن على الهاتف هناك دراسات تقول أن تغيير الساعة يحقق وفر طبعا ولكن هناك دراسات في الجانب الآخر صحيح. تتحدث عن الصحة تتحدث عن الحالة الاجتماعية حالة نفسية للناس أيضا بالنسبة لنا كأردن وبلد أصبح فيها فوق المليون سيارة 250 سيارة تنزل على الشارع الأردني كل يوم أو بمعنى آخر 1500 سيارة بالأسبوع 6 أيام بالأسبوع أصبح اكتظاظ بشكل كبير جدا الآن اليوم أول يوم للتطبيق أنا ورايح على الدوام الصبح واضح كان الفرق في توزيع أو فرد حركة السيارات بالنسبة للحركة الآن بالنسبة للتوقيت صيفي أو شتوي الآن في المنطقة اللي احنا فيها مصر ما بتغير أوقاتها الخليج والسعودية ما بتغير أوقاتها مصر أصبحت الآن ورانا ساعة السعودية أصبحنا زينا زيها يعني اللي بدي أقوله أنه ما في مسطرة أو طريقة واحدة اللي تقدر أنت أو اللي مفروض تعتمدها الآن اللي حصل أنه حسب ما شرح دولة الرئيس أنه بالنسبة للدوام هذا قرار إداري ممكن تعديله وبدأت الحكومة في موضوع تعديل دوام الحكومة بشكل عام
في الفترة الحالية بشهر 10 ارتأت وزارة التربية والتعليم مع وزير التربية والتعليم لبقاء على الساعات على ما هي عليها. الآن في شهر 11 في شهر 12 شهر 1 ممكن الموضوع يعني يعاد النظر فيه. طيب معالي هناك 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 من يقول انه الساعة اللي انت خسرتها في النهار عوضتها في المساء. الآن طلاب الفترة المسائية اصبحوا بيروحوا على بيوتهم بالنهار، اصبح المواطن بدل ما يصير صلاة المغرب على 4:30 بتصير 5:30، وفي الشتاء كلنا بنعرف الكل بيبقى ببيته، فالكهرباء بدل ما تكون ضاوية من 4:30 لل 11 لما ينام المواطن بالمعدل بتصير من 5:30 لل 11. فاللي بدي اقول يعني كل طيب. كل 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 يعني كل كل نقطة لها 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 عكس. طيب معالي المهندس، يعني تتحدث فعلا عن فئات ربما الطلاب وربما الناس الآن، هل عندما اتخذتم قرار استندتم لدراسات يعني كما تفضل ضيوفنا هنا قدمت لكم من خبراء حول موضوع الترشيد والوفر والتداعيات التي أو الآثار الجانبية لهذا القرار؟ مثل ما قال معالي الوزير يعني دراسات، هناك دراسات تقول أنها تحقق وفر وهناك دراسات تقول أنها لا تحقق وفر، وبالعكس أنها يعني تغير نمط حياة يصعب على الناس. مثلا أمريكا الآن تتجه إلى الخروج من هذا الموضوع، ف هناك دراسات وهناك دراسات عكس هذا الموضوع. أنا بقول يعني مش مفروض نكبر الموضوع أكبر من ما هو عليه، لسه التطبيق في بدايته، كل معالجتها بقرارات إدارية، وفوض دولة الرئيس أصحاب الاختصاص إن كان معالي وزير التربية بالأهم أو أصحاب المعالي المعنيين بموضوع الدوام، وبعدنا الآن الفرق بين امبارح واليوم ولا إشي أو يعني طيب. لما تطبق القرار طيب. فيعني يسيتم متابعته، وصحيح بأثر على حياة الناس ونمطها، بس كمان ممكن انه يعني تقليل طيب. اثره. طيب معالي المهندس، هناك من يرى انه كان يجب ان تقدموا بعض التهيئه للناس مقدما مبكرا قبل ان يتفاجئوا قبل العيد بيوم ربما بهذا التوقيت، الا يمكن ان يكون هناك كان محاوله تمرير بعض النوايا باتجاه هذا القرار؟ صحيح، يعني كان من الاقتراحات انه يؤخذ القرار ابتداء من السنه القادمه. الاقتراحات كانت مثل ما ذكر ايضا عندك على البرنامج على موضوع انه اعتماد الفتره الشتويه وليست الصيفيه، اذا اعتمدت الفتره الشتويه بصفي الصيام للساعه 9 و10 مثل اوروبا. فاللي بدي اقوله يعني ما في راي واحد سديد، كل راي له حجته. موضوع يعني انا برايي يجب ان يبقى في حجمه، وهناك دول في المنطقه وعالميه تطبق التوقيت الواحد. معالي المهندس علاء البطايني وزير الطاقة والثروة المعدنية، شكرا لك على تواصلك وعلى توضيحك، شكرا لك. نعود يعني أخوانا ضيوفنا في البرنامج وأخوانا المشاهدين إلى ملاحظة بعض سيكون لديكم أكيد تعقيبات. محمد تكمل تعليقك إذا سمحت. نعم سريعا. نأخذ ملاحظات فيسبوك. نعم كنت بس بتحدث قاعد عن المناطق اللي خارج العاصمة عمان في أثناء التوجه للدوام، حكيت عن أمرين بأن درجة الحرارة الصغرى هي أقل درجة حرارة تسجل خلال الليل، تكون في معظم أيام الشتاء قريبة من الصفر المئوي في العديد من المناطق الأردنية، ستصبح تسجل بدل الساعة 6 تصبح 7 أو 7:30 قبيل شروق الشمس، وهذا سيتزامن مع خروج الطلاب إلى المدارس سواء كان هذا الأمر طبعا داخل العاصمة عمان أو خارجها. ولا ننسى بأن الظروف الجوية في جبال الشراء في مناطق الصحراوية في زيزيا والتي يعني تتمتع بكثافة سكانية عالية أنها تكون نوعا ما سيئة وصارمة، درجة الحرارة تكون أحيانا -5 و -6 في هذا الوقت. الآن في حال تطبيق التوقيت الشتوي أثناء خروج الطلاب إلى المدارس تصبح درجات حرارة 1 و2 أو أعلى من الصفر، وتصبح الأمور نوعا ما أسهل. هذا أمر طبعا من جانب، ومن جانب آخر طبعا حدوث الانجمادات والجليد والصقيع الذي يعني كما تفضل معالي الوزير بأنه قد تكون هي فترة مؤقتة، ولكن يجب أخذ الاعتبار بها بأنها تكون فترة متأخرة عما يصبح تأخير الدوام في العديد من المنشآت الحكومية أو الخاصة أو الطلابية كالمدارس إلى ما بعد الساعة 10 أو 11 في بعض الأوقات. الآن في نهاية هذا الحديث البسيط يعني أنا حاب أحكي فقط أنه أنا مع تثبيت التوقيت حقيقة، لأنه هو قد يكون أمر إيجابي، ولكن التعليق الوحيد على هذا الأمر بأن التثبيت يجب أن يكون على التوقيت طبعا هو بأيد الحكومة، لكن أنا في وجهة نظري أنه قد يكون يجب أن يكون التثبيت على التوقيت الشتوي، وحتى في الصيام في فصل الصيف يكون أقصر في حال تطبيق التوقيت بس بعدنا عن 9 يعني نعم لكن طيب. أبكر بساعة طيب. دكتور أو ليس طيب. أخر بساعة أبكر بساعة من التوقيت الصيفي، يعني الآن في حال كان أذان المغرب في الصيف ساعة مثلا نفترض 8 الآن في حال تطبيق التوقيت الشتوي في فصل الصيف يصبح الأذان الساعة 7. طيب
بعد الفاصل ضيوفنا الكرام وأعزائي المشاهدين نعود لنسب التصويت على سؤال الحلقة، هل أنت مع الإبقاء على التوقيت الصيفي أم لا؟ ثم مداخلاتكم ومشاركتكم، ابقوا معنا بعد الفاصل نعود.